هذه الاتفاقية وبنودها مثل هذه المصالح المشتركة تتضمن بأن كل دولة طرف هي مسؤولة تجاه كل الدول الأخرى وبالوفاء بالتزاماتها، من ناحية أن كل دولة طرف عندها مصلحة بالالتزام بكل قضية مطروحة، وفيما يتعلق بالامتثال بالواجبات بموجب الاتفاقية تشير إلى أن أي دولة طرف ومن دون أي تمييز لها الحق في رفع دعوى ضد أي دولة أخرى فيما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها. وفقا عليه وجدت المحكمة إلى أن دولة مصادقة أو موقعة الاتفاقية بدمعها يمكن لها أن تقوم بالادعاء أمام المحكمة ومن أجل البت هذه المحكمة فيما إذا كان هنالك انتهاك للاتفاقية. والمحكمة خلصت أيضا لوجود الاختصاص وأن جنوب أفريقيا عندها لها الحق في رفع لهذه المحكمة قضية تتعلق بانتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وعندها تحولت المحكمة إلى الحقوق وحماية الحقوق والرابط ما بين هذه الحقوق والتدابير المطلوب فرضها. والمحكمة وفق المادة 41 من ميثاقها لها الحق للبت في هذه الحقوق المزعوم انتهاكها من الأطراف، وقد والمحكمة ينبغي عليها أن تقوم باللجوء إلى هذه التدابير إذا كان هنالك انتهاك للحقوق لأي طرف من أطراف الدول المصادقة، وعليه المحكمة أن تمارس سلطاتها فقط إذا كانت قد اقتنعت بما تقدمه الدولة المدعية. وحتى الآن في هذه المرحلة المحكمة غير قادرة على إطلاق حكم قطعي فيما أن الحكم التي سعت جنوب أفريقيا لتحقيقها قد ثبتت، وعلاوة على ذلك ينبغي أن يكون هنالك رابط ما بين الحقوق والتي تسعى إلى حمايتها والتدابير التي سعي لتحقيقها. والمحكمة تقول بأنه بموجب المادة 41 من الاتفاقية على جميع الأطراف المصادقين أن يقوموا بالتعهد بمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والمادة تشير بأن الإبادة الجماعية تعني بأن أي من الأفعال التالية التي ارتكبت من أجل تدمير مجموعات عرقية أو غيرها من ذلك، قتل أعضاء المجموعة، وباء التسبب بضرر نفسي أو بدني لأعضاء المجموعة، وجيم خلق ظروف حياة من قبل مجموعات مسلحة تؤدي إلى تعطيل حياة الناس وإذائهم، ودال إجباري ونقل أطفال المجموعة إلى مجموعات أخرى، نهاية الاقتباس. وفقا للمادة 3 من إبادة الجماعية الأفعال التالية أيضا محظورة وفقا للاتفاقية: التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، التأجيج العام من أجل ارتكاب الجرائم الجماعية ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والتواطؤ أيضا في جريمة الإبادة الجماعية. إذا شروط الاتفاقية تسعى إلى حماية مجموعات وطنية أو عرقية أو دينية من أي أفعال إبادة جماعية أو غيرها من الأفعال المعاقب عليها بموجب البند الثالث. والمحكمة ترى بأن هنالك علاقة ما بين حقوق أعضاء المجموعة المحميين باتفاقية إبادة جماعية والواجبات على الدولة وحق أي دولة طرف في السعي لطلب الامتثال من دولة طرف أخرى. وكما أشارت المحكمة في قضايا أخرى أنه من أجل أن يقع هذا في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية ينبغي ووجود النية لتدمير جزء كبير من مجموعة بعينها، هذا يتطلب وبطبيعة جريمة الإبادة الجماعية، حيث أن الغرض من هذه الاتفاقية وجوهرها هو منع تدمير المقصود للمجموعات أو المتعمد والاستهداف المجموعات
المجموعة كلها أثر على المجموعة كله. والفلسطينيين يبدو بأنهم يشكلون مجموعة وطنية عرقية ومحمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. والمحكمة اقترى بأن وفقا لموارد الأمم المتحدة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل أكثر من 2 مليون شخص، والفلسطينيين في قطاع غزة يشكلون جزءا كبيرا من هذه المجموعة. وأشارت المحكومة بأن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أدى إلى عدد من الوفيات والقتلى وأيضا دمار شامل للمنازل وإجبار قسري لأغلبية كبيرة للسكان وضرر على البنى التحتية، ضرر كبير جدا. وأرقام هنا من قطاع غزة لا يمكن التحقق منها بطريقة مستقلة، فالملك المعلومات الأخيرة تشير إلى أن 25,700 فلسطيني قد قتلوا وأكثر من 63,000 مصاب وأكثر من 360 وحدات سكنية قد دمرت وأكثر من 1.7 مليون شخص نزحوا داخليا. المحكمة أيضا أخذت بعين الاعتبار بيان المساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الإنسانية ونسق الإغاثة الإنسانية سيد مارتن جريفيث في 5 يناير 2024، واقتبس عنه بأن غازة قد تحولت إلى مكان لليأس والموت، العائلات تنام في العراء ودرجات الحرارة تنخفض، والمناطق التي طلب من المدنيين الانتقال لها من أجل أمنهم قد قصفت، والمنشآت الأمنية الطبية تحت هجوم مستمر، كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا. غزة قد أصبحت مكانا لا يمكن الإقامة فيه، والناس يواجهون تهديدات يومية على حياتهم. ونهاية الاقتباس. وعقب بعثة إلى جنوب غزة، منظمة الصحة العالمية أشارت في 21 ديسمبر بأن هنالك 93% من تعداد سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة مع عدم وجود ما يكفي من الطعام ومستويات عالية من سوء التغذية. نهاية الاقتباس. المحكمة أخذ بعين الاعتبار أيضا بيان وكالة الإغاثة الإنسانية أو مسمى بالأونروا والسيد فيليب لوزريني في 13 يناير 2024، وأقتبس عنه قد مرت فترة على بداية الحرب المدمرة وبعد الهجوم المروع الذي شنته حماس ضد الشعب الإسرائيلي. لقد مر أكثر من 100 يوم أيضا من القلق والرعب على الأسرى وعائلاتهم، ومنذ 100 يوم القصف مستمر على قطاع غزة والذي تسبب في نزوح كبير للسكان وأجبر الناس على مغادرة منازلهم بين التي وضحاها وإلى أماكن ليست أكثر أمنا. من تضررهم أكثر من 2 مليون شخص وهم إجمالي الشعب في غزة، كثير منهم سيتضرر نفسيا وبدنيا إلى الأبد، وأيضا الأطفال مرعوبون. وهنالك قد أصبحت منشآت الأونروا وطنا للآلاف من الناس وهم يفقدون لا يجدون الطعام ولا المياه. الأمراض في تفشي بما وخاصة بين الأطفال، هم يعيشون في حياة مريعة والساعة تدق. وبال الأطفال أيضا هو يفطر القلوب، جيل كامل من الأطفال مروعون وسيحتاجون سنوات للتعافي، الألاف قد قتلوا ويتموا، عشرات الألاف لا يجدون ما يقوت يومهم. التداعيات كبيرة طويلة الأمد من هذا. إن أيضا أشارت الأمم المتحدة بأن الأزمة في غزة هي تزيد عليها هذه الخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية. المحكمة إذن أخذت بعين الاعتبار عددا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، و
في 9 أكتوبر 2023 السيد يولاف جالانت وزير دفاع إسرائيل أعلن بأنه قد أمر حصارا تاما على مدينة غزة وأنه لن يكون هنالك لا كهرباء ولا وقود ولا مياه، وكل شيء سيتم قطعه. وفي اليوم الذي تلاه السيد جالانت تحدث وقال وهو يتحدث أمام جنود إسرائيل على قطاع غزة: أنا قمت برفع كل القيود، أنتم ترون من نقاتل ضده، نحن نقاتل حيوانات بشرية، هؤلاء هم تنظيم الدولة لغزة، هؤلاء من نقاتلهم، غزة سوف تعود لما كانت عليه في السابق، لن يكون هنالك حماس، سوف نقضي على كل شيء. وإذا أخذ الأمر يوما أسبوعا أسابيع أو أشهر سوف نصل إلى مبتغى نهاية الاقتباس. وفي 12 أكتوبر 2023 السيد إسحاق هرتزوغ رئيس إسرائيل قال وعن غزة واقتبسوا: نحن نعمل ونشن العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، وهنالك أمة كاملة هي المسؤولة. ومن غير الصحيح هذا الخطاب أن المدنيين لا يعرفون ولا علاقة لهم بما جرى، هذا غير صحيح البتة. كان يمكنهم أن يقاتلوا ضد ذلك النظام الشرير الذي عندما انقلب عليهم، لكننا في حرب، نحن في حرب وندافع عن وطننا، هذه الحقيقة. ونحن سوف نقاتل حتى نكسر ظهورهم. نهاية الاقتباس. وفي 13 أكتوبر 2023 السيد وزير الطاقة والبنى التحتية في إسرائيل قال وعلى تويتر واقتبس عنه بأننا سنقاتل التنظيم الإرهابي حماس وندمره، وكل المدنيين في غزة طلب منهم المغادرة فورا، سوف ننتصر، لن يحصلوا على قطرة مياه ولا بطارية واحدة حتى يغادروا. نهاية الاقتباس. المحكمة أيضا أخذت بعين الاعتبار البيان الذي أصدر في 16 نوفمبر 2023 والذي أصدره المقرر الخاص والخبراء المستقلين ومجموعة العمل الخاصة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والذي أيضا دقوا في ناقوس الخطر واقتبسوا عنه بأن هنالك خطاب إباد جماعي يأتي من مسؤولين إسرائيل رفيعي المستوى. ومن إضافة إلى ذلك في 27 أكتوبر 2023 الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة حول القضاء على الفصل العنصري أشارت بأن هنالك قلق شديد حول زيادة خطاب الكراهية والشيطنة ونزع السبب الإنسانية ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر. ومن وجهة نظر المحكمة ما ذكر من الإجراءات والظروف هي كافية للخلوص إلى أنه بعض الحقوق التي زعمتها إفريقيا والتي تسعى الحماية منها هي قابلة التطبيق، وهذا فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من أفعال إبادة جماعية وأفعال محظورة بموجب المادة 3، وحق جنوب إفريقيا في السعي وراء التزام إسرائيل بواجباتها بموجب الاتفاقية. إن المحكمة عندها تحولت إلى اشتراطات الربط ما بين الحقوق المزعومة من جنوب إفريقيا والتدابير المؤقتة المطلوبة، وقد أخذ بعين الاعتبار بأنه وبطبيعته على الأقل بعد التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا هي بصدد حماية الحقوق الموجبة الاتفاقية، وفي القضايا الخاصة بحقوق الفلسطينيين بحماية الفلسطينيين من أعمال إبادة جماعية والأفعال المحظورة بموجب المادة 3، وحق جنوب إفريقيا في السعي وراء التزام إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولذلك الرابط موجود ما بين الحقوق المزعومة من جنوب إفريقيا والقابلة للتطبيق، وعلى الأقل بعد من التدابير المؤقتة المطلوبة. والمحكمة تحولت بعد ذلك إلى السؤال المتعلق بالمخاطر حول الإلحاح والضرورة، وأن وفقا للمادة 31 من ميثاقها المحكمة لها السلطة لفرض تدابير مؤقتة عندما يكون هنالك ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب إلى حقوق مجموعات، أو إذا كان هنالك عدم اعتبار
لضرر لا يمكن إصلاحه، ولكن سلطة المحكمة سيتم ممارسته فقط إذا كان هنالك إلحاح من ناحية أنه هنالك خطر محدق من ضرر على الحقوق المنصوصة قبل ما أن تطلق المحكمة حكمها النهائي. إن مسألة الإلحاح عندما يكون هنالك إجراءات يمكن أن تحدث لضرر قبل أن تقوم المحكمة بث في قرار النهائي، وبالتالي على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هنالك خطر قائم فعلا في وقت النظر في المحكمة، والمحكمة فقط تنظر في التدابير المؤقتة من أجل إثبات وجود انتهاكات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأيضا أن تحدد فيما إذا كان هنالك ظروف قائمة لحماية الحقوق. وكما أشرنا بأن المحكمة في هذه المرحلة يمكنها أن تصدر حكما نهائيا حول الحقائق وفيما يتعلق بجوهر الدعوة، والبت فقط في التدابير المؤقتة، والمحكمة وفقا لقرار الجمعية العامة للحادي عشر من ديسمبر أشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي حظر حق مجموعة لحقوق الإنسانية، وهي حق الحياة للإنسان، ومثل هذا المنع لهذا الحق هو يهز ضمير البشرية، والذي يؤثر على مجموعة بعينها، وهذا يتعارض مع روح